السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. درسنا لهذا اليوم علوم الصف الأول متوسط الجزء الأول. راح نحل أسئلة مراجعة الدرس صفحة 40. السؤال الأول: ماء الأيون وما أنواعه، ثم أذكر بعض الأمثلة على أنواعه. هنا حليت لكم الأيون. تعريف: هو ذرة أو مجموعة ذرات فقدت أو اكتسبت إلكترونا واحدا أو أكثر، وبالتالي تحمل شحنة موجبة أو سالبة. وأنواعه: هو الأيون الموجب والأيون السالب. الأيون الموجب هو ذرة أو مجموعة ذرات مرتبطة ذات شحنة موجبة تتكون نتيجة فقدانها إلكترونا واحدا أو أكثر. الأمثلة مثل أيون الصوديوم الموجب اللي هو Na. هنا عندنا عدد التأكسد هو موجب واحد، يعني هنا نشقد فقدت إلكترون واحد. أما الأيون السالب وهو ذرة أو مجموعة ذرات مرتبطة غير متعادلة كهربائيا ذات شحنة سالبة تتكون نتيجة اكتساب الذرة إلكترونا أو أكثر، مثل أيون الفلور السالب اللي هو الF. عدد التأكسد هو سالب واحد، سالب واحد هو عدد التأكسد، يعني أنه اكتسبت إلكترون واحد. صار واضح؟ وهذه أنطيتكم إياه بالملخص من شرحنا الموضوع. السؤال الثاني: ماء الجزيء، اذكر بعض الأمثلة على أنواعه. الجزيء هو أصغر وحدة في المادة، توجد بحالة منفردة وتحتفظ بخواصها الكيميائية. وأنواعه: يكون جزيء العنصر وجزيء المركب. جزيء العنصر مثل غاز الأكسجين اللي هو O2 يتكون من ارتباط ذرتين متشابهتين. أما جزيء المركب مثل جزيء الماء اللي هو H2O يتكون من ذرتي هيدروجين وذرة أكسجين، أي يتكون من ارتباط ذرات مختلفة. هذا الجزيء وأنواعه، كذلك أعطيتكم إياها بالملخص. هنا عندنا السؤال الثالث: ما المقصود بنظير العنصر، وأذكر نظائر عنصر الهيدروجين. نظير العنصر هو مصطلح كيميائي يعبر عن نوع من العناصر الكيميائية التي تتشابه في العدد الذري ولكنها تختلف في العدد الكتلي. ما أمثلة عن نظائر عنصر الهيدروجين؟ هنا عندنا هذا العنصر الهيدروجين اللي هو العدد الذري واحد والعدد الكتلي واحد. هنا عندنا بروتون واحد، إذا العدد الذري واحد إذن يساوي عدد البروتونات واحد. هنا النظير مالته العدد الذري يبقى ثابت واحد، لكن هنا وين راح يصير الاختلاف؟ في العدد الكتلي. العدد الكتلي يساوي عدد البروتونات زائد عدد النيترونات. فهنا شنو صار؟ البروتون واحد والنيوترون واحد، نجمعهم راح يصير اثنين، اذا صار الاختلاف في العدد الكتلي. اما هنا كذلك النظير الثالث للهيدروجين، عندنا هنا النواة بروتون واحد والنيوترونات صارن اثنين، فهنا نجمع النيوترونات زائد البروتونات، راح هنا يتغير العدد الكتلي يساوي عدد البروتونات زائد عدد النيوترونات. النيوترونات اثنين والعدد البروتونات واحد، فراح يصير ثلاثة، إذا العدد الكتلي ثلاثة. هذا هو نظائر عنصر الهيدروجين. العدد الذري يبقى ثابت، لكن الاختلاف راح يصير في العدد الكتلي. ليش؟ وذلك بسبب اختلاف عدد النيوترونات. صار واضح؟ السؤال الرابع: اذكر مثالا لجزيء مركب وعدد العناصر الداخلة فيه. جزيء المركب مثل جزيء الماء اللي هو H2O، منين يتكون؟ يتكون من ارتباط ذرتي هيدروجين وذرة أكسجين. السؤال الخامس: ما هو المشترك بين رموز العناصر التالية: النيتروجين والنيون والصوديوم، ثم اذكر عدد التأكسد لكل عنصر. عندنا هنا النيتروجين هو N والنيون هو Ne والصوديوم هو Na. هنا عندنا عدد التأكسد اللي هو نيتروجين سالب 3 والنيون هو 0 والصوديوم هو موجب 1. فالمشترك لبيناتهم شنو؟ انه هو حرف ال N، هو حرف ال N الذي يشترك في هذه العناصر. هنا عندنا السؤال السادس: لماذا تظهر شحنة موجبة على ذرة عنصر الصوديوم بعد فقدانها إلكترونا واحدا؟ نوضح ذلك بالرسم. هنا نقول ذرة الصوديوم تتحول إلى أيون، لأن احنا ذكرنا أنه الذرة من تفقد أو تكتسب تتحول إلى أيون. هنا ذرة الصوديوم تتحول إلى أيون بفقد إلكترون من مدارها الخارجي، وتتحول إلى أيون موجب الشحنة، والسبب هو عدد البروتونات 11 وعدد الإلكترونات المتبقية راح تكون 10، يعني عدد الشحنات الموجبة تكون أكثر من عدد الشحنات السالبة، وبذلك يصبح أيونا موجبا. أما الرسم راح هنا موجود في صفحة 36. الرسم
موجود في صفحة 36 اللي هو هذا الرسم. هذا رسم لذرة عنصر الصوديوم وشون تتحول إلى أيون الصوديوم نتيجة فقدانها إلكترون واحد. صار واضح؟ هنا عندنا السؤال السابع، ما المقصود بالكتلة الذرية للعنصر؟ هنا راح نعرفها، هو معدل مجموع الكتل الذرية للنظائر. هسه نجي إلى أسئلة التفكير الناقد. الجزيئات H2 وO2 ماذا يمثل الرقم 2 اللي هو هنا 2؟ ماذا يمثل هذا الرقم؟ وضح ذلك بالرسم. هنا عندنا رقم 2 شنو يدل؟ يدل على عدد الذرات، أي ارتباط ذرتين لتكوين جزيئة ثنائية الذرة. مثل هنا عندنا الO2 اللي تكون من ذرتين من الأكسجين، اللي هي هاي الذرات تكون متشابهة، فهنا اللي راح يكون الجزيئات أو العفو الذرات هو 2، فراح يصير O2. وهنا عندنا الH2 كذلك يعني ارتباط ذرتين من الهيدروجين، ارتباط ذرتين من الهيدروجين. السؤال الثاني، هل تختلف النظائر في صفاتها الكيميائية؟ الجواب كلا، لأنها تحتوي على العدد نفسه من الإلكترونات. السؤال الأخير، ارسم ذرة وأيون عنصر النيتروجين، ماذا تتوقع؟ هل سيكون أيون موجبا أم سالبا؟ وأن عدد الذري للنيتروجين هو 7 والعدد الكتلي هو 14. فهنا نرسم ذرة النيتروجين، العدد الذري 7 والعدد الكتلي هو 14. زين، هنا عندنا العدد الذري 7 والعدد الذري شو يساوي؟ يساوي عدد البروتونات ويساوي عدد الالكترونات. اذا عدد الالكترونات هو 7. شلون يكون توزيع الالكترونات؟ المدار الاول السعة مالته القصوى هو 2، فهنا نكون الالكترونات 2. ايش قد بقى من 7؟ بقى 5. هاي الخمسة تكون بالمدار الخارجي، المدار الثاني اللي هو المدار الخارجي راح يكون هنا لشقد 5 الكترونات. 5 + 2 هو 7، هو 7 عدد الالكترونات اللي هي مساوية لعدد الذري اللي هو 7. هذه الذرة، فهنا عندنا هذه الذرة هي غير مستقرة او غير مشبعة. ليش؟ لان هنا عندنا المدار الثاني اللي هو المدار الخارجي السعة مالته القصوى هو 8، هو 8. فهنا ايش قد عندنا؟ عندنا فقط 5، يعني هذه الذرة غير مستقرة. فإذا كان العدد 5، هنا ما نفقد هنا هذه الخمسة، لا، راح نكتسب حتى تصير 8. ايش قد هنا راح تكتسب هذه الذرة؟ راح تكتسب 3 الكترونات، راح تكتسب 3 الكترونات حتى تتحول هنا الى ايون وتكون ذرة اكثر استقرارا. يعني هنا المدار الاول راح يكون بالكترونين والمدار الثاني راح يكون ب8، لان هنا 5 وراح تكتسب 3، فراح يصير ايش قد هنا؟ راح يصير 8. والمدار الثاني السعة مالته القصوى هو 8، فراح تكون هذه الذرة اكثر استقرارا وتكون مشبعة بالالكترونات، فهنا تتحول الى ايون، تتحول الى ايون. هنا عدد التأكسد ايش قد هنا اكتسبت؟ اكتسبت 3، فراح يصير هنا سالب 3، سالب 3 هو عدد التأكسد. صار واضح؟ هذا حل الأسئلة، وبالتوفيق إن شاء الله، ومع السلامة.